إلى البصرة، حيث تسلمت وزارة النقل كاسر الأمواج الشرقي لميناء الفاو الكبير من الشركة المكلفة ببنائه كخطوة أساسية لإقامة ميناء الفاو الكبير. وقال وزير النقل كاظم فنجان خلال مؤتمر صحفي عقد في الميناء أن عملية إنشاء كاسر الأمواج مرت بتحديات لوجستية بالنظر لبعد الميناء عن مقالع الحجر ولعدم وجود شبكات الطرق والخدمات، لافتا إلى أن الكاسر أنجز بأعلى المواصفات العالمية ويؤدي الغرض المنشأ من أجله على أكمل وجه، مؤكدا في الوقت ذاته أن الميناء سيؤمن فرص عمل لعشرات الآلاف من أبناء البلد. هناك تلكؤ وهناك إجراءات روتينية بيروقراطية يعني مرهقة متعبة مرت بها مراحل هذا المشروع على اختلاف الحقائب الوزارية الذين مسكوا الحقائب الوزارية. بعض الوزراء لم يزوروا ميناء الفاو الكبير هذا الموقع البتة نهائيا، لكننا أعطينا أهمية لهذا الميناء على اعتبار أننا ندرك تماما أن هذا الميناء لو فتحت أمامه آفاق العمل البحري الذي تعمل به موانئ مثل موانئ جبل علي وموانئ المنطقة في حوض الخليج العربي، لكان هذا الميناء قادر على تحقيق أعلى الموارد المالية، قادر على توفير فرص العمل لما يقارب عن أكثر من 12 ألف في مرحلة التنفيذ، ولكن في مرحلة التشغيل سوف يكون هناك كم هائل من الباحثين على العمل لكل أبناء المحافظات العراقية، وسوف تكون مدينة كبيرة تضم كل العاملين فيها كل المستلزمات الخدمية وغيرها.